يقولون العلماء بأن العقل الواعي للإنسان يدرك لقطتين في لحظة واحدة، بأن بينما عقل الباطن يلتقط ويسجل أكثر من 50 لقطة في نفس اللحظة، ويعتبر مستودع الأسرار والذكريات لحياة الإنسان. الكثير من التفاصيل راح نعرفها من خلال التحليق في عالم التنويم الإيحائي وأسراره مع الدكتور زهير حسن خشيم المعالج في التنويم الإيحائي. نقول لك مساك الله بالخير. مساء النور، أهلا وسهلا. في البداية دكتور حسن، نبغي نعرف بلمحة بسيطة عن التنويم الإيحائي. التنويم الإيحائي هو حالة من حالات النوم، بس هنا احنا بننام برغبتنا. النوم حقنا زي ما انتم عارفين ان الواحد بيخلد للنوم لانه جسمه بيحتاج للنوم. نعم، اسلوب بيولوجي بيحتاج للنوم وبعدين يخش نوم. بس احيانا كمان ما بينام لانه افكاره شغاله، عقله شغال وتعبان وجسمه شغال. طيب التنويم الايحائي هنا انا بنام برغبتي لهدف معين. طيب الهدف اني ارتاح، الهدف اني اتذكر حاجه، الهدف اني اغير فكره معينه مرسوخة عندي من السابق. يعني لازم أنام علشان مثلا أغير فكرة معينة أو أتذكر شيء من السابق؟ ممكن، هي ما بدأت نقول نام. قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. صحيح. احنا بنحطه في محلة السنة بين النايم وبين الصاحي. مش النعاس، أي بين النايم والصاحي. بين النايم والصاحي. طيب بس إيش فرق التنويم الإيحائي عن التنويم المغناطيسي اللي أثار الكثير نفس من الشيء؟ هو نفس الشيء بس اختلاف المسميات. التنويم الإيحائي هو التنويم المغناطيسي. فرويد زمان سماه التنويم المغناطيسي، لو كان بيسميه هيبنوسيس. نعم. بس هو تنويم إيحائي. طيب الفرق ما بين التنويم الإيحائي ونومنا العادي، أنت قلت إنه الإنسان ينام، بس هذاك طبعا ينام من 6 ساعات ل8 ساعات، ساعات تاخذ 24 ساعة على حسب الشخص ونومته. نعم. مع انه بينما انه التنويم الإيحائي ياخذ مجرد ثواني او دقائق. بلاش نقول دقائق، حلو. نعم دقائق، حلو. نعم. فهل في هالدقائق ممكن الإنسان مثلا يتخلص من ضغوطاته؟ مثل ما قلت من شوية ذكرت انه مثلا يتذكر شغلة، كيف وهو اوريدي يكون نايم؟ ناخذ مثال بسيط. عارفة حكاية وانت شغالة على الحاسب الآلي؟ نعم. وانت شغالة عليه بينضغط أحيانا وبيعلق. الموبايل جوالك برضو، الهاتف تبعك أحيانا وانت شغالة عليه. نعم. بيروح معلق. طب بني آدم مع كثرة الضغوط اليومية ايش بيصير فيه؟ يعلق، بينفجر. نعم. بينفجر لك فقط أعصابه. نعم مظبوط. طيب احنا ليش نوصل للحكاية هذه؟ عن طريق الاسترخاء بنخفف الضغوط، حدث الضغوط هذه. يعني كأننا نسوي له سويتش اوف ونرجع ان شاء الله. بالتأكيد، احسنتي. نطفي بكلها. ولما بيعرف لما ليش مشغل الجهاز الحاسب بعدين بنعمل ريستارت بيشتغل تمام. ولا يعني احلى منه تفصله في هاللحظه مثلا عن حياته كامل، عن كل اللي لا هو واعي اللي بيحصل، بس هو بيرخي اعصابه هنا، بينتبه لاعصابه المشدوده وعقله الشغال. نعم. هذا كله بنروح نعمل له عمليه هدوء، نرجع نشغله مرة ثانية. يعني دائما هذه التنويم الإيحائي تشتغله ما بينك ما بين نفسك، يعني تسويه على نفسك، تطبقه على نفسك. نعم، ما يسمى بالتنويم الذاتي. الذاتي عشان تصير كول يعني؟ نعم. أنت كول كذي؟ والله تقريبا تقدر تقولي صرت كول بعد التنويم. لا أنا أبغي الطريقة، يعني أبغى أستخدمها بعدين. أوكي. أوكي. أكيد راح نحن نشوفها مباشرة فيروز الحين في الاستديو. نعم. لكن الحمد لله لا علي ولا على فيروز عشان نكمل حلقة بسلام. أوكي. لكن بنسألك قبل طبعا ما نشوف إيش المشكلات اللي ممكن نحن نعالجها عن طريق التنويم الإيحائي. جميل جدا. لو شرحنا على الشارت هنا بالطريقة هذه، هنا عندنا العقل في حالته الطبيعية. عندنا العقل الحاضر، شوفي في عندنا رغبة، في عندنا الذاكرة المؤقتة. نعم. زي أنا شفتكم مرة أو شفتي إنسان أنت شفتي مرة قابلتي في السوق وكذا، بعدين بيتنسى. هذه الذاكرة المؤقتة. في عندنا التفكير المنطقي، أنت بتسمعي كلامي الآن. نعم. وبتشوفي كلام منطقي ولا مو غير منطقي، وبتحللي برضو في نفس الحكاية. نعم. بعد كده بناخذ الكلام هذا، بناخده من حيمر على شغلناه في العقل الحاضر هنا، وبعد كده بنروح مخزنه في في العقل الباطن. العقل الباطن اللي برضو يتكون فيها الخيال والذاكرة والمشاعر والحماية. في هنا عندنا في الصندوق هذا اللي يسموه البلاك باك، الصندوق الأسود هذا اللي هو كتابك الجاي. كتابي الجاي إن شاء الله. وفي نفس الوقت مثلا خلينا نقول لو مثلا في حاجة أنت بتخافي منها كالسباحة مثلا. نعم. إيش السبب؟ يقول والله ما أعرف أنا ليش. اللي هو في ناس اللي عندهم الفوبيا، العقد النفسية خلينا نقول. بس يسمونها أكثر شيء الفوبيا. لا لا، الفوبيا هذا موضوع ثاني أمره، يعني غير العقد النفسية. نعم. في حاجات نسميها الغرفة السوداء، هذه اللي بنحط فيها الكراكيب، الحاجات اللي مش عايزين نتذكرها. نعم. زي واحد يقول لك أنا ما أعرف ليش مثلا أكره السباحة. نعم. وتسألي ليش، يقول لك ما أعرف بس ما أحب السباحة، أخاف من السباحة. صحيح.
صحيح. نعم. فعن طريق التنويم نروح احنا داخلين لو رفعنا هذه كده بالطريقه هذه. نعم. في المشكله هنا في عندنا خط اسمه المقاومه، هذا اللي بينام تقريبا. نعم. هو هذا اللي بينام، الخط هذا هو اللي بينام، اللي هو بيحجز بين العقل الحاضر والعقل الباطن. الباطن. لو شفنا في الصوره هذه عن طريق التنويم ايش اللي بيحصل؟ الخط هذا المقاومه هذه بتقل. ف حنقدر نخش على العقل الباطن. مشتقل يمكن تتقطع يعني الملاحظ. يعني احنا هنا قلنا انها خفت عشان نعطيك ايحاء انها خفت. فممكن تسال والشخص يجاوب. ممكن نسال والشخص بناء على رغبته. نعم. المشكله اللي هو عايزها محدده. فهذه في هذاك الوقت هو مش حاسس بنفسه. واعي. يقول برغبته. واعي 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 انت بيقول بين انت في البدايه تتذكر ايش قلنا نحن؟ السنة أيوة. السنة في الغفوة. نعم. ما هو الصاحي ما هو غفوة. مش الصاحي مش نايم. إذا كان نايم ما حقدر أكلم، الواحد يكون نايم ما تقدر تكلمين. نعم. بس هو واعي باللي يقوله. واعي بس المقاومة عنده أقل. بس يعني مثلا لما عارف خلاص. عارف فاكرة كان أخذتي سويتي بعد عملية ولا حاجة بنج كده وبتاع. نعم. آه وتودي بديت تفوقي من البنج. نعم. حتى هذه عشان أقربها للمشاهدين. طيب. فنحن بنروح للمنطقة هذه بنسأله ليش أنت تخاف من السباحة؟ تخاف من السباحة. بيقول لك انا تذكرت اصحابي وانا صغير دفشوني في السباحة. فشوف يعني كنت انت صغير. حنغير الفكرة اهو. نعم. حنغير الفكرة هنا. كنت انت صغير. صحيح. كنت كانوا اصحابك يعني ما يفهموا الخطورة حق الموضوع. الان انت كبرت. صحيح. صرت اقوى. غيرنا الفكرة. نعم. اللي هو اصلا مو كان عارف سببها. صحيح. ايش. بس دكتور يعني معناتها ان هاي النقطه الدائره السوداء. نعم. هاي تجمع كل الامور السلبيه في حياه الشخص وما يبغى يتذكرها في مناسبة. وما يبغى يتذكرها. وفي أشياء ما يبغى يتذكرها. بإرادته أو بغير إرادته. بدون إرادته. بدون. في أشياء كثير حزينة عملناها نحن بنشعر فيها بالخجل بالذنب ما نبغى نتذكرها. فنروح إيش نسوين؟ أوتوماتيكيا بتتخزن هنا. طيب دكتور زهير يا ريت الحين إحنا نشوف مع المشاهدين كيف راح أنت تنيم زميلنا نيكولا. تفضل. جميل. مساء الخير كيفك نيكولا خايف من ايش ايش اللي مخوفك عشان نعرف الحين والله ما ما ما, ما حنعمل له اي حاجه يعني ايش ما انا عمليه استرخاء اللي انت تحبي تتعلميها من زوجتك نيكولا ان تشوفه الحين عشان تعرف ايش الاسرار اللي يخبيها ما اقدر اطلع اي اسرار هو ما رغبان فيها. نعم. معلومة غلط هذه اسمحي لا 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 هي احنا نمزح معك تمزح معك بس عشان المشاهدين يفكروا لا لا اكيد يعني معناتها انه ما يقدر هو يعني الحين بإرادته هو حيقول اذا بإرادته حينام وبإرادته حيسترخي ولا حنشتغل على المعلومة اللي هو يبغاها اذا كان عنده حاجة يبغى يتذكرها في عنده فكرة يبغى يغيرها. نعم. برغبته هو يعني انا اشتغل على طلبه هو. نعم. اوكي ابتدي. اوكي ابدا. جميل جدا. في عندك حاجة تحب تتذكرها؟ في حاجة تحب اسم زميل اللي كان معك في المدرسة؟ اسم دكتور؟ اسم شخص؟ ولا استرخاء بس؟ حكيمة. أيوة شو كان اسمه؟ حكيمك شو كان اسمه؟ شو عالجك الحكيم؟ مشان راسي. مشان راسي حادث. أيوة ما بتذكر شيء عنه. طيب في أي منطقة كنت؟ بيروت. ببيروت. أيوة رحت على المستشفى. رحت على المستشفى. جميل. وإيش كمان؟ والحكيم عالجك؟ عالجني الحكيم بعد ما مت ما يعني بتذكر شكله بس ما بتذكر الاسم. الاسمه مو متذكر اسمه. اي الكلام هذا من كم؟ قديش يعني؟ كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. جميل جدا. بدك تتذكر اسمه؟ ايه. ايش الدافع؟ ليش الدافع؟ شو الرغبة؟ بس. هيك فضول؟ ايه. جميل. لأنه ولا يعني ما كذا مرة سألت عن اسمه ما قدرت أعرف. ما قدرت تعرف، طيب نقول إن شاء الله. ما قدرت أتذكر. نقول إن شاء الله. إن شاء الله. نقول إن شاء الله. جميل جدا، طيب نسترخي الله يرضى عليك، جميل جدا، خذ راحتك على قد ما تقدر خذ راحتك، جميل أيوه خذ راحتك على الكرسي، جميل جدا. جميل جدا، أخذت راحتك. طيب نبدأ؟ جميل جدا، طيب أباك تركز لي على أصابع رجلينك، حرك لي أصابع رجلينك، حس بثقل رجلينك. حس بثقل رجلينك على الأرض. جميل جدا. حس بثقل يدينك. حس بكتافك. أحسنت أحسنت. حس لي بثقل راسك. جميل جدا. غمض لي عيونك. افرد لي بين حوالين عيونك. افرد حوالين عيونك. حس بجفن عينك ثقيل ونازل على عيونك. وشك أعطي له ابتسامة جميلة بشاشة خفيفة. أحسنت. أرخيه. مجرد استرخاء. جميل جدا. افرد لي ظهرك. حس بجسمك الآن كله مرتخي. جسمك مرتخي. جسمك مرتخي. كمان حناخذ عملية شهيق. وزفير. أحسن. حناخذ نفس. أسحب.
استرخي. اسمعني صوتك. خذ نفس واسترخي. خذ نفس واسترخي. خذ نفس واسترخي. احسنت. كمان مره ناخذ نفس ونسترخي. شويه موسيقى حلوه وناخذ نفس ونسترخي. شوف الرقم ال 15 1 5، شوف ال 14 1 4، شوف ال 13 1 3، شوف ال 12 1 2، شوف ال 11 1 1، شوف ال 10 1 0، 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وزيد استرخاء. استمتع. سامع صوت المزيكا بيزيدك استرخاء وريح. احسنت احسنت احسنت. ابغاك تركز الان على يدك اليمين. حس لي بيدك اليمين ثقيله نايمه. حس فيها اشعر فيها. راح ارفعها انا. راح ارفعها. هي ثقيله هي نايمه. احسنت احسنت احسنت. وزيد استرخاء. جميل جدا. شوف يدك اليسار كمان صار وزنها اثقل. صار وزنها اثقل اليسار. راح ارفعها انا. وزيد استرخاء. زيدها استرخاء. احسنت احسنت احسنت. وخذ نفس واسترخي. شايف النور اللي في عينك هذا؟ خذ النور هذا حطه في صدرك. بينور لك صدرك. حس في هدوء في صدرك. في راحة في صدرك. في هدوء في صدرك. في راحة في صدرك. وريح. انت تعبت كثير اليوم. ان شاء الله الوقت اللي ترتاح فيه. ارخي اعصابك كمان وكمان وكمان. جميل جدا جميل جدا. انت كذا مرتاح. مرتاح. جميل جدا. نيكولا باك تروح معايا الان. يوم كنت صغير عبيروت. يوم عملت الحادث. متخيل الكلام هذا؟ شايفه؟ متخيله؟ إذا متخيله بقى تعطيني إشارة من صباحك. تحرك لي إياها. ها؟ تخيلت الكلام هذا؟ رحت على المستشفى يوم عملت الحارس. أحسنت أحسنت أحسنت. ها؟ شوف الذاكرة كلها رجعت لك. شو صار؟ شفت الحكيم دخل عليك وعالجك؟ شفت الحكيم؟ شفت شكله؟ أحسنت أحسنت أحسنت. وأنت كذا مرتاح. طيبك الحكيم. ارتحت عليه. أنت مرتاح الآن. وزيد استرخاء. شفت لي شكله الحكيم والممرضات اللي حواليه والنيرسز؟ جميل جدا. ذكر لي شو كان اسمه؟ شو كان بيندهوله؟ شو ندهت له انت؟ وقت تشكرت منه تخيرت اسمه؟ جميل جدا. تخيلت لي اسمه؟ تذكرت لي اسمه؟ شفت اسمه؟ احسنت احسنت احسنت. جميل جدا. ناخذ نفس ونسترخي. وناخذ نفس ونسترخي. سمعني صوتك. خذ نفس واسترخي. احسن. حس بالراحه الان. حس بالهدوء. في عندك هدوء. في عندك راحه الان. هادي ومرتاح. حس بصدرك. في هدوء في راحه. شوف جسمك مرتاح. اوكي احسنت. راح اقول لك 1 2 3 عند نمره 3 ابغاك تفتح عينك وتفتح عينك. انت حاسس بالنشاط بالراحه كانك نمت لك ساعتين ثلاثه. اتفقنا؟ عند نمره 3 تفتح عينك كانك نمت ساعتين ثلاثه. صاحي مرتاح نشيط. وحتقول لي اسم الحكيم تبعك. اتفقنا؟ جاهز؟ 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ شو اسمه؟ سامي. سامي. حياك. سامي برافو. شكرا. اشكرك. انا ابغى اتذكر بس. شو احساسك؟ كفي النوم. كفي النوم. بدي كفي النوم. حسيت شو؟ ايش حسيت؟ احكي لهم احكي لهم. قول ايش حسيت؟ ما بعرف. مرتخي. مرتخي مروق. مرتاح. يعني فعلا نيكولا تذكرت الكرو اللي كانوا معاك؟ شفت كلهم. انه شفت لما عملت الحادث. القصه كلها. كلها تذكرت القصه. القصه كامله شفتها. تذكرت اسم الدكتور. انا وفيلي بالاخر سلمت عليه. شكرا لك. لا في دكتور. يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا. راح
يعني بالنسبة للأشخاص هذيل اللي مثلا اللي يستجيبون للعلاج نسميه علاج أو الاسترخاء، نعم، هل يتفاوت ما بين شخص وشخص؟ مثلا يمكن يكون شخص سهل ويمكن يكون شخص صعب؟ والله كله حسب الرغبة الواحد. يعني أنت أحيانا بتروحي على الدكتور وبتاخذي الدواء وما اقتنعتي بالدكتور، ما اقتنعتي بدواه، نعم، أو واحد وصف لك وصفة وما اقتنعتي فيها. مثلا جت لك حالات مثلا يبغون مثلا يتعالجون من موضوع معين او يبغون يذكرون شغله معينه وتحاول مثلا تنومهم التنويم الايحائي ولقيت صعوبه مثلا ما استجاب؟ ما هو صعوبه، هو ما عنده استعداد، استعداده ما هو قوي. نعم، استعداده ما عنده استعداد، ما عنده رغبته، ها الرغبه، نعم، شايفه ما هي قويه عنده. نعم، بس ايش اللي يؤدي الى اختلاف الرغبات؟ يعني انه هو يبغي وما يبغي، ايش اللي يؤدي الى هذا الشيء؟ نقدر نقول برضو الرغبة، شايفة الرغبة، أنا إيش أبغى أكون؟ في واحد رغبته قوية وفي واحد رغبته قوية، يعني ليش هذا مجتهد في عمله وهذا غير مجتهد؟ هذا بيحب شغله وهذا ما بيحب شغله. نعم نعم دكتور، هل في تمارين مبسطة مثلا ممكن نشرحها للمشاهدين عشان يستفيدون من هذا التنويم الإيحائي، يعني يستفيدون في حياتهم الآن ودارين بعد نستفيد؟ اي والله انا على طول بعد البرنامج. زي ما شفت العملية كلها أخذت، ما أخذت دقيقتين يعني. اي بس انت ما شاء الله عليك عارف كيف، بس احنا مثلا اذا جيت انا ابغى اطبق هذا التنويم انا على نفسي في البيت كيف اطبقه؟ تمارين معينه، ارشادات معينه؟ هذا سر المهنه. لا عاد ما يصير كذي، احنا نبغى يعني احنا نبغى نتنوم. هو زي ما لاحظتي انت انا كيف بديت مع اصابع رجلين وحس فيها، نعم، حس بتقول رجلين على الارض، نعم، حس بتقول الواحد يبدا فينا يحس. كثير من الناس يقول لك استرخي روق اهدي، ايش يعني استرخي؟ ايش يعني روق؟ ايش يعني هدي؟ نعم، هو احنا بنرخي كل عضله كل عصبه في الجسم واحده واحده، في عندنا استرخاء للجسم وفي عندنا استرخاء للذهن. نعم، كمان. نعم، انا لما قلت له ياخذ نفس يجيب نفس كان بيرخي جسمه، لما بدينا نعد من هو من 15 الى 1 احنا بنرخي الذهن هنا. نعم، قللنا المقاومه. حتى طريقه الشهيق والزفير هذه تخلي الجسم في استرخاء والعقل ايضا في استرخاء. جميل، كمان لو نجي نتذكر بالنسبه للاخوان اللي يدخنوا، هو بيدخن، نعم، ليش؟ بيقول لك السجاير بترخيني بترخي اعصابي، طب خلينا ندخن بدون سجاير، هيعمل ايش؟ شهيق وزفير، نعم، هذا استرخاء. هذا بالنسبه للمدخن يمكن، لكن لما لاحظناك تقول 15 و15 واحد و12 واحد 15 شكلها ايش هاي الارقام؟ شكل ال 15، شفت شكل ال 15 الان تخيلتي؟ نعم، شكل ال 14، نعم، ها وبعدين 13 وهكذا بالنزول انه انا ابغى انزل المقاومه اللي عنده. نعم، ها المقاومه اللي تكلمنا عليها، رخيت المقاومه، قدرت اخش على العقل الباطن. عموما اكيد نتمنى لك التوفيق ويعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، وان شاء الله بعد الحلقه انا ودارين بنجي لك عشان نستمتع وتطلع اللي داخلنا. فيروز نخبر اهالينا اذا تاخرنا ترى نحن نايمين هنا بنكون. بس في ملحوظه كذا يعني دائما احب اني اشرحها اوضحها اكثر، انه انا ما اقدر يعني ايش اطلع اسرار اي احد. نعم، الا اذا هو برغبته هو برغبته الشخص نفسه. ما هذا اللي احنا نتكلم فيه، انه هذا هو التنويم الايحائي. عموما يعطيك الف عافيه، واكيد احنا استفدنا كثير ومثل ما المشاهدين استفادوا كثير من هذه الفقره. مشاهدينا من جديد فاصل اعلاني، وبعد نتابع حلقتنا مع المخرج السينمائي سعد هنداوي اللي راح يكلمنا عن مشاركته في مهرجان دبي السينمائي من خلال فيلم الوان السماء السبعه. وللتواصل معنا يمكن ارسال اسئلتكم على بريدنا الالكتروني هلا@روسانا تي في.com.